أن أستمع لأخي العزيز جدا، أخي الحبيب الدكتور أوس الرمال، والذي سبق لي أن رأيت محاضرة له في شكل عناوين في هذا الموضوع في حملة الإساءة الأولى أيام الدنمارك. ولكن أما وقد قدمت وتقدمت، فلأتوكل على الله راجيا ألا أحيف على وقته وألا يكرر بعضنا بعضا أو يناقض بعضنا بعضا، ولكن لكل منا رأيه ووجهته وعقليته في التعامل مع قضية مشتركة على المستوى الإيماني وعلى المستوى العاطفي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي، وهي نادي الإساءة شيء غير مقبول وأن المراد بها أمر جلل. أبدأ بما قد لا يروق لمزاج الغاضبين. ينبغي ألا تطغى علينا اللحظة ولا تعمينا الموجة القذرة الموقف المبدئي للإسلام من أهل الكتاب وبالضبط من النصارى. فالإسلام حدد الخريطة العاطفية في القرآن الكريم بناء على الخريطة العقدية ليبني عليها الخريطة العملية، خريطة التعاون والتحالف والتنسيق أو المواجهة والقطيعة. قال الله عز وجل في آية نتلوها ونستشهد بها كثيرا ولكننا لا نتدبرها إلا قليلا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك أن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من الذكر ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذه الآية ترسم للمسلم مسار الاستثمار في الاتجاه الصحيح لكي لا يضيع جهده في الاتجاه العقيم. هذه الآية تقول للمسلم مهما كان في محطة معينة التوتر مع النصارى، التوتر مع المسيحيين، مع الصليبيين، مع عباد المسيح، عباد الصليب، الأقوياء اليوم، ذو الحضارة الغربية الشرسة المدمرة الإبادية، أصحاب ثقافة الإبادة، الهمج، الفايكينج، الصرب الذين دبحوا البوسنة الأمريكان على طريقة ترامب الكابوية، مهما كان هؤلاء أقرب مودة للذين آمنوا. والذين ينبغي أن نفكر في أن الاستثمار معهم قد يكون عقيما، ولو أن الآية لا تقطع، الآية فيها تنسيب أشد الناس عداوة ولتجدن أقربهم مودة. فيا كما بينت في كتاب القرآن والعقل في حديثي عن مفهوم النسبي والمطلق في القرآن الكريم وكيف يعلمون القرآن النسبية في التفكير، أن هناك جهة اليهود والذين أشركوا صعوبات أكثر، هناك أرض أكثر قحولة، هناك أرض أكثر صخرية وجدب، والماء فيها قليل أو مالح، جهد الزراعة فيها أكبر والنفقة أكثر والوقت أطول والنتيجة أقل. وجهة الأرض التي فيها النصارى أهل الكتاب المؤمنون بالمسيح، ولو أنهم للأسف يعبدونه من دون الله، ولو أنهم يكرهون المسلمين، ولو أنهم يلعنون رسول الله ويسمونه الدجال ولا يؤمنون به لأنه جاء بعد عيسى، وبالنسبة لهم عيسى وكلمة الله التي لا معقب عليها الخاتم التي ليس بعدها إلا الدجالون. رغم كل هذا، رغم أن البابا يعتقد بأن الدرك الأسفل من النار ليس فيه إلا شخصان، إبليس الأكبر ومحمد صلى الله عليه وسلم، وعندما طار عليه مارتن لوثر في القرن السادس عشر الحركة البروتستانتية فإنه لم يعدل شيء من هذه العقيدة إلا أنه زاد البابا نفسه، فصار عند البروتستانت مع مارتن لوثر ومع كالفين وغيره من اللوتريين والكالفينيين من البروتستانت، البيوريتانيين وغير البيوريتانيين والإنجليكانيين والإيفانجيليين، صار عندهم في الدرك الأسفل من النار هناك إبليس الأكبر وهناك محمد صلى الله عليه وسلم وهناك البابا. رغم كل هذا القرآن يقول لنا الزراعة في هذه الأرض أقرب إلى أن يكون الجهد أقل والنفقة أقل والوقت المصروف أقل والحصيلة والغلة والحصاد أكثر. نعم، همجيتهم وحقدهم وصليبيتهم وعنصريتهم
بائنة للتاريخ على امتداد 14 قرنا وإلى اليوم. حقدهم على المسلمين وخوفهم من الإسلام واضح. العقدة الغائرة والعميقة والقديمة موجودة. لكن انظروا بالمقابل أمور نسبية، إن لهم تعقلا ولهم اعتدالا ولهم تحضرا نسبيا. قارنوا بين ما يفعلون اليوم بالمكر الذكي الخفي، ومنه هذا المكر الذي يستفز المسلمين بالرسومات المتحركة دفعا لهم إلى ردود أفعال يستثمرها ماكرون وأمثاله لتطبيق القوانين الجاهزة سلفا والإجراءات الموجودة مسبقا وعمليات التضييق على المسلمين كما فعلوا بالحجاب الذي شرد 600 ألف امرأة في فرنسا عن المدارس والجامعات. نعم، من أجل إغلاق المساجد، إغلاق الجمعيات الخيرية والإغاثية والدعوية والتربوية، ترحيل خيرة العلماء المؤثرين في أوروبا. نعم، هذا كله معروف. لكن قارنوا، أنا لا أدافع، وليس موضوع اليوم أن ندافع عن النصارى ولا عن فرنسا ولا عن ماكرون، لكن لنستخدم عقولنا حتى ونحن في موجة قادرة في منعطف حاسم لا ننسى الطريق اللاحب، لا ننسى الاستراتيجية. لا يعمينا التكتيك عن الاستراتيجية، لا تعمينا الشجرة عن الغابة. المثل الفرنسي يقول لاربر كي كاش لا فوري. انظروا ما يفعل الصينيون بمسلم الويغور، انظروا ما يفعل البورميون بمسلم الروهانجية، انظروا ما يفعل الأفارقة المسيحيون بمسلم جمهورية إفريقيا الوسطى وغيرها من البلدان الإفريقية التي فيها المسلمون أقلية والتي فيها نصارى متعصبون أفارقة سود يذبحونهم ويشونهم أحياء ويأكلونهم أمام كاميرات التلفزيون ولا يبالون. انظر إلى ما يفعل الهنود بكشمير وجامو وما بدأوا يفعلونه بالمسلمين في الهند وهم 170 مليون رسمياً، أما الحقيقة فهم أكثر من 350 مليون. لا مجال للمقارنة بين ما يفعله المشركون من وطني إفريقيا وآسيا من البوذيين والهندوس بما والشيوعيين بما يفعله الأوروبيون المسيحيون حضارياً، ولو أن فرنسا موضوعنا اليوم علمانية. تذكروا جيداً، رغم أن عندنا نموذج الإبادة الأندلسية البشعة بعد سقوط غرناطة وإبادة الصرب البوسنة والهرسك، لكن قد تكون هذه محطات وصل فيها الغرب إلى ذروة همجيته. أما غير المسيحيين، أما غير المسيحيين فهذه الذروة هي الأصل عندهم، هي القاعدة، هي القانون. ولهذا رجعوا إلى كتاب الملاحم والسير في صحيح مسلم والبخاري، وأغلب كتب الصحاح مختومة بهذا الباب المسمى كتاب الملاحم والسير وفتن آخر الزمان. وستجدون أننا يبشرنا بأننا سنتحالف مع الروم في آخر الزمان لنغزو في الشرق، لنغزو المجوس الذين يعبدون أصنام بودا ويعبدون الهنادكة والإله راما. ونعم صحيح أن نفس الحديث يقول أننا عندما سنرجع سيقع صراع إذا يرفعون الصليب ويفتخرون بأنهم هم المنتصرون، وسيرفع المسلمون راية لا إله إلا الله ويفتخرون بأنهم مسلمون وتقع المعركة. لكن كأن الحديث نفسه إذ يختم النبوءة في آخر الزمان بمقتلة عظيمة بين النصارى والمسلمين ينتصر فيها المسلمون، فإنه قبل ذلك يقول إن هذا الأمر مؤجل إلى حرب ضروس يتحالف فيها أهل الكتاب مع المسلمين في مواجهة بقية الوثنيين. لا تنسوا ياجوج وماجوج المذكورين في القرآن الموصوفين بكامل الهمجية في كتب الحديث، كل المؤشرات والدراسات والتوقعات أنهم غير أهل الكتاب، ليسوا لا يهودا ولا نصارى ولا يحزنون، قادمون من الشرق. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم ملامحهم تشبه ملامح الصينيين، وجوههم كالمجان المطرقة وعيونهم عمش وشعورهم مسبسبة وعددهم كثير وأولهم لا يبقي لآخر في بحيرة طبرية قطرة من الماء، يقتلون من أجل القتل. لهذا الغرب نعم ضد الإسلام، عنده عقدة الإسلام، عنده عقدة الحرب الصليبية، ليس من زمن صلاح الدين الأيوبي، من زمن عمر بن الخطاب،
من زمن فتح بلاد الشام وطرد الرومان من شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط من تركيا إلى المغرب الأقصى إلى بلدنا الحبيب. هذا الأل كله صار إسلامي منذ الفتوحات الأولى في زمن الخلفاء الراشدين، ولم يبقى لهم إلا لؤي هذا الشاطئ الشمالي الذي يمتد من اليونان إلى البرتغال، وجاءوا إلينا واحتلونا، احتل الإسبان والبرتغال شواطئ شمال إفريقيا حتى حررها بربروسا وخير الدين عروج، احتلوا شواطئ المغرب بأكملها، برتغاليون الشواطئ الأطلسية والإسبان الشواطئ المتوسطية وأخرجهم منها السعديون والعلويون، ثم احتلونا في القرن العشرين احتلالا كاملا وخرجوا. مع ذلك لم يتغير الوضع، الإسلام ودين الإسلام حضارة الإسلام موجودة من إزمير التي ضربها الزلزال، نسأل الله الرحمة لشهدائها والشفاء لمرضاها، من إزمير إلى طنجة، إذا لم نمد الخط إلى المحيط الأطلسي، إذا بقينا فقط في البحر الأبيض المتوسط الذي يعنينا، من إزمير في أقصى شمال غرب تركيا إلى طنجة في أقصى شمال غرب المغرب، هذا الإسلامي العقدة حاصلة ونتيجتها ماتلة منذ فتوحات عمر بن الخطاب ثم بعد ذلك سيدنا عثمان، كل هذا حاضر. ولكن الغرب هو الأمكر وهو الأذكى ولكن هو الأرقى في التعامل مع خصومه وأعدائه، ليس لأنهم خيرون، الأمر لا يتعلق بورع، هم يملكون ثقافة الإبادة. وعندما ألقيت محاضرة مرة في مؤتمر عالمي وتكلمت عن لا كولتور دو لا جينوسيد، جن جنون الأوروبيين الذين كانوا حاضرين معنا، خاصة والمحاضرة كانت مترجمة إلى العربية والمترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية، والتي صدرت في كتاب واحد باللغات الثلاث وعموم الرحمة وعالمية الإسلام. ولكن لأنهم الأذكى فهم يعلمون أنهم إذا بدأوا هذه الأساليب الهمجية سوف يدمرون البنية التحتية الديمقراطية والمؤسسية والقانونية والتعاقدية والتشارطية التي بنوا بها بلادهم، خاصة وأن المشكلة بدأ بالمسلمين ذوي الأصول غير الأوروبية سوف ينتهي إلى المسلمين ذوي الأصول الأوروبية. وسمعنا هذا الكلام الخطير هذه الأيام وفي التلفزيونات الفرنسية في الندوات التي ركبت موجة جنون ماكرون، حيث سمعنا من يقول عندنا قنبلة موقوتة الآن في أوروبا، وتوقعنا أن يتكلموا عن مسلمين مغاربيين أو حتى أتراك أو حتى أسيويين وأفارقة، فإذا يتكلمون عن المسلمين الأوروبيين ذوي الأرومة الأوروبية الأصيلة، يعرفون أنهم إذا فتحوا هذا الباب فسيكونون مثل الصرب أو مثل محاكم التفتيش في الأندلس ثم في البرازيل. ثم لكي لا ننسى ولا تعمينا الموجة، انظروا إلى النصارى الذين وضعوا في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة رمزية ولن أخرج إلى السيرة رغم أن الشهر وشهر السيرة النبوية، ورقة بن نوفل في أول يوم بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بحيرة قبل ذلك ورسول الله غلام، النجاشي الذي إليه ألجأ رسول الله المسلمين زمن شدة الاضطهاد، المقوقس الذي أهدى إليه عسلا وأهدى إليه أمنا رضي الله عنها ماريا القبطية وأرسل إليه كلاما طيبا وطعاما طيبا وامرأة طيبة، كسرى قيصر الروم الذي حاور أبا سفيان ذلك الحوار الرائع وتكلم بما يقر به الإسلام وقال الكلام الرائع، قال لوددت لو أني كنت عنده أن أغسل عن قدمه. تصوروا إمبراطور بيزنطة الوريث لعنجهية الرومان، الوريث لوهم تفوق اليونان، أسياد العالم القديم والجديد، يقول قيصرهم الذي ورث بروتوكولات معقدة في تقديس الحاكم وعبادته والسجود بين يديه وتعظيم قوله، يقول إنه لو كان عند ذلك الذي يراه مجرد عربي في الصحراء يراه بكل أنواع المنقصة متخلف همجي وسخ، يقول لو كنت عنده لغسلت قدمي
لغسلت عن قدمي، وهذا في صحيح البخاري. وقارنوا لكي تعرفوا الفرق، قارنوا مع كسرى ملك الفرس كيف استقبل الرسول. قيصر استقبل الرسول بهذه الطريقة واستدعى أبا سفيان، وكان الحوار رائع وكان الجواب الجميل ولو أنه مخاتلة، ولكن كسرى مزق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلاما بذيئا وقتل رسوله. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أن يمزق ملكه كما مزق رسالة رسول الله، وكانت نتيجة كذلك. ثم قيصر نفسه عندما أكثر عليه من حوله في ذلك المجلس من الأسئلة، وكان مشتموا منه حنين إلى الإسلام وميلا إلى أن يسلس قيده لرسول الله، وهو يخاف بين أن يصرح فيقتل على أيديهم، وقد حاصوا كما تحيص حمر النعم في رواية البخاري، وبين أن يبقي نفسه وأصحابه على ضلالة، فقال اذهبوا إلى كبير القساوسة. والله للأسف الشديد نسيت اسمه، هذا رجل ينبغي أن ينقش اسمه على الجبهة بالذهب. ذهبوا إليه في الكنيسة الكبرى، في الكاتدرائية الكبرى. كان قيصر يعني له عاصمة شتوية هي بيزنطة التي صارت عاصمة سوريا، دمشق، كانت له دمشق هي العاصمة الصيفية عندما اشتد الحر هناك. فهناك كان، والكنيسة الكبرى موجودة هنا وهنا بموجب أن كلتيهما عاصمتان. فذهبوا إليه وكان عجوزا قد جاوز 90 وثنية وهرم هرما شديدا، فحدثوه بالخبر فقال هذا النبي الحق، وإنني أول من يخلع ربقة الصليب ويتبعه. فداسوه، الذين جاءوا إليه من مجلس القيصر داسوه بأقدام حتى مات وسال دمه وتبعترت عظامه تحت أرجلهم. هؤلاء جميعا نصارى ساقهم الله في طريق النبوة وفي طريق السيرة النبوية، لا يقابلهم من اليهود أو من المجوس إلى الصورة الأبعد. إذا نعم أخويا، طيب من النبهك نصف الوقت، ممتاز. إذا وضعنا هذا الأمر الذي هو اليوم طارئ وعابر واستثنائي وأزمة نرجو أن لا تطول في سياقها التصوري العقدي السنني الاستراتيجي، فإذا هناك من يلعب من ورائنا نحن المسلمين والمسيحيين ليخلق الصدام بين الإسلام العظيم الذي أهله اليوم في ضعف وتفرق ولكنهم جسم ضخم. العالم الإسلامي يمتد من طنجة إلى جاكرتا، مساحته أكثر من مساحة القمر، 22 مليون كيلومتر مربع، ولن أصف لكم حالكم فأنتم تعرفونه بين الإمكانات العظيمة التي ورثناها على جميع المستويات وبين حال الضعف الذي نحن فيه. نحن مثل الفيل الذي يصاب بمرض فيتعبه، المقابل هناك كركدن، هناك وحيد قرن، هناك رينوسيروس، هو الأمة المسيحية في امتداد، في قوة، في تفوق، في استفراد بالكون ليس له سابقة في تاريخ البشرية منذ سقوط غرناطة. وكلما تقدمنا في الخمسة قرون الأخيرة كلما رأينا أن الغرب للأسف يزداد تمكنا وتفوقا ويقود العالم. هناك جهة ما أنا أحسب أنها اليهود يريدون تحريض هذا الكركدن الهائج، هذا واحد القرن، هذا فرس النار بكل الهياج الذي فيه والقوة التي عنده، ليطيح بالفيل قبل أن يتعافى من جديد. الفيل مسالم، الفيل عاشب، الفيل مرح، يحب الماء والاغتسال بالطين، ولكن الفيل أيضا إذا غضب وهاج فإنه يدمر، والفيل إذا مرض يمكن آنذاك لهذه الكائنات الضخمة الهائجة أن تطمع فيه. هناك إذن من يريد أن لا يتعافى الإسلام
وطريقته في التعافي أن يتوقف الاحتكاك والصدام والتوتر بينه وبين المسيحيين. اليهود قلة، اليهود جبناء، اليهود يملكون اليوم الإعلام والمال والأبناك والتلفزيونات والعقول، ويملكون قيادة الجيوش في أوروبا وأمريكا، ولكن اليهود مع ذلك قلة، لا قد قطع حبلهم بالله وما بقي إلا حبلهم بالناس، والقرآن قال ذلك بصريح العبارة، إلا بحبل من الله أو حبل من الناس، وقد ذاب حبلهم من الله وبقي حبلهم من الناس. حبلهم من الناس منذ إنصافهم بين قوسين منذ قرنين، منذ إنصافهم منذ قرنين حبل الناس وحبل الأوروبيين، حبل المسيحيين. واليوم خدعوا المسيحيين، استخرجوا من الكنيسة قرار فرمان ظهير براءة اليهود من دم المسيح، ألصقها النصارى بأنفسهم، قالوا إن الرومان باعتبارهم القوة المحتلة لفلسطين في ذلك الوقت هم الذين قاموا بتنفيذ الصلب، وأما اليهود فقط كانوا حاخامات أفتوا أصدروا الفتوى بإعدام المسيح، هكذا قصة قومهم. وبالتالي الآن أعفوا اليهود من المسيح وتحالفوا معهم، وصار الحديث في نظري انصدام الحضارات مع سموئيل هانتينغتون، مع فرانسيسكو فوكوياما، مع كل هؤلاء مثقفي البنتاغون، برنارد لويس، برنارد أوري ليفي، يسميهم قارودي مثقفي البنتاغون، صار عندهم فكرة أنه الحضارة المسيحية اليهودية، وصاروا يتكلمون عن القيم المسيحية اليهودية، يتكلمون عن الجبهة المسيحية اليهودية. اليهود الآن مثل الدماغ لهذا الكركدن، تدفعه بهياج لكي يضرب الفيل ما حده مريض. إذا وضعنا هذا الأمر إذن في سياقه، حاولنا مع الاعتدال والتوازن والضبط النفسي وعدم ترك الغابة، ولكن الوقت لا يسمح، أنا أريد فقط أن أريكم بعض المصادر، لأنني أتمنى أن يكون غضبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا معرفيا على جهته، على جهة أن نعكف على سيرته قراءة وتعلما، ويسير بحر ألف فيها آلاف الكتب عند القدماء والمحدثين بمختلف المناهج والطرق، سيرة شاملة أو سيرة متخصصة في قضية من القضايا. إخوة الكرام، لكي تعلموا فإن برنامج وعليك السلام الذي أسس المتحف النبوي في ضواحي مكة المكرمة، هذا البرنامج نذر نفسه لموسوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن 500 مجلد، وقد أنجز حسب علمي لحد الآن 50 مجلدا، والمعلومة عندي قديمة. رأيت بأم عيني عند أحد إخواننا المقيمين في الكويت موسوعة لم يحدثني عن أحد، رأيتها بأم عيني في مكتبتي، وعددتها وتصفحتها واستخرجت مجلدات وأطللت عليها من 21 مجلد، عنوان هذه الموسوعة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن غضب المعرفي على المحور الأول، أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، لكي لا تكون محبتنا له عاطفة فارغة. والبعد الثاني أن نقرأ في الموضوع، نقرأ في طبيعة الصراع وخلفية الصراع وعقد الصراع وتعقيدات الصراع وتشابكات الصراع وأبعاد الصراع وخلفياته ومخططات أعدائنا، وفيما يتعلق باستتارتنا بالإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الذي ترونه على الشاشة، لماذا يكرهونه؟ الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام. لماذا يكرهونه؟ الأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام، تأليف الدكتور باسم خفاجي. هذا الكتاب الذي كتب على إثر الإساءة الأولى في الدنمارك، الرسوم المسيئة التي استعادتها صحيفة شارلي إبدو، واستعادها اليوم الرئيس ماكرون، كانت قد صدرت أول مرة في الدنمارك في صحيفة جينالدز بوستن، وبعد في لندن ضمن سلسلة كتاب البيان. بيّن المؤلف حفظه الله
في الفصل التالي تحت عنوان الأصول الفكرية لموقف الغرب من النبي، بيّن تجذر فكرة النبوة الكاذبة، إعاقة تطور المسيحية والغرب، العنصرية الغربية، العجز عن إيقاف نمو الإسلام. أنا أكتفي من حوالي 20 عنوان فيما يتعلق بالموقف من النبي. الموقف الأعم الذي يؤطر هذا الموقف بسطه في الفصل الثاني تحت عنوان الصورة الذهنية عن الإسلام ونبيه، أكتفي لكم بهذه العناوين الثلاثة: الصورة النمطية عن نبي الإسلام، من يهاجم نبي الأمة، هل تغير موقف الكنيسة الكاثوليكية. فأرجو العودة إلى كتاب لماذا يكرهونه للدكتور باسم خفاجي لكي يغنينا عن هذه الخلفية. أنا أضيف إلى ما في الكتاب وأرجو البحث عنه والاطلاع عليه أن الغرب عنده وعي بأعطابه البنيوية. الغرب ذكي يدرس نفسه، هو عقد لم أعطاب الغرب البنيوية التي يعيها الغرب أكثر ما يعيها نحن أنفسنا. وقصور المسيحية، وقصور المسيحية الذاتي، هذا موضوع يمكن تكون فيه بحار من المحاضرات، لكن أعطي عناوين: اهتراء النص، النص الإنجيلي مهترئ مقارنة مع متانة النص القرآني، العداء البنيوي للعقل، وصل كبار العلماء المؤمنين في أوروبا، أعطي مثال نيوتن، إلى معادلة تصالحية على طريقة عجيبة، وهو أنه عقلي حاضر في المختبر من يوم الاثنين إلى يوم السبت، وأنا أطوي هذا العقل وأغلق عليه في درج في مكتبي بالمختبر، وأذهب يوم الأحد إلى الكنيسة بلا عقل، هكذا أوفق بين هذا التناقض بين العقل والدين وأرتاح وأحفظ لي عقلي لأعطي وأبحث وأفكر وأنجز وأخترع وأطور 6 أيام في المختبر، وأعطي للإيمان والراحة الإيمانية والراحة النفسية والبعد النفسي والروحي دوره يوم الأحد، لكن لا أستطيع أن أدب العقل الإنهيار الأخلاقي والاجتماعي مقابل جاذبية الإسلام وقوته الذاتية. أنا أناشد الله كل مستمع أن يقرأ المقدمة الطويلة التي كتبها محمد أسد ليوبولد فايس، المفكر والسياسي والصحفي والجاسوس والدبلوماسي اليهودي النمساوي الذي أسلم وحسن إسلامه وكتب سيرته الذاتية في كتاب ضخم ترجم إلى عدد من اللغات الدولية. المقدمة من 40 صفحة يشكل قوة، ولماذا لا يخاف أديانات أخرى حتى لو كانت بالمليارات من السكان مثل البوذية في الصين أو الهندوسية في الهند، تغطي المجالات التي يعجز عن تغطيتها الدين المسيحي، ولأنها عبارة عن فولك حقوقي جامد أعظم وأحسن من عند المدين اليوغا. الأوروبيين كلهم صاروا على دين اليوغا، ومع ذلك ما الذي يمثله من خطر؟ عقيدته في التوحيد التي ترتاح لها العقول الغربية بعقيدة التثليث التي لا تدخل عقل مجنون، فكيف تدخل عقل ذكي ربا لكي يكسر ولكي يطح عقلية الفرجة ومن غلب الآخر دائما. أحمد ديدات كان يغلب رحمه الله، ولكن بالقوة الذاتية التي عند المسلم على أن يبين مكامن الخلل والقصور والاهتراء والتناقض في نصوص وعقائد المسيحيين. الأمر الآخر الذي يرعبهم هذه القدرة التي عند الإسلام على استقطاب خيرة العقول التي عنده، من روجي غارودي إلى ليوبولد فايس، مرورا بمارغريت ماركوس، واللائحة طويلة
لكي أختم، أناشدكم الله، أناشدكم الله، أناشدكم الله، ابحثوا عن كتاب من 500 صفحة عنوانه قالوه عن الإسلام. تفرغ الدكتور عماد الدين خليل الداعية والعالم والمؤرخ والكاتب والمفكر والمجدد العراقي شفاه الله، أحد قيادة التيار الإسلامي السني الآن في العراق، اذكروه جيدا، قالوا عن الإسلام عماد الدين خليل. تفرغ عماد الدين خليل سنتين بتمويل من منظمة التعاون الإسلامي، من الإسيسكو، من الأليسكو، الأليسكو معذرة، الإسيسكو، الأليسكو تابع لجامعة الدول العربية، الإسيسكو تابع لمنظمة التعاون الإسلامي. فرغوه وموله سنتين، جمع أكثر من 3000 شهادة من أزيد من 700 مفكر غربي لامع عبر التاريخ، أغلبهم لم يسلموا وأغلبهم حاربوا الإسلام كنابليون مثلا، ولكنهم شهدوا في الإسلام انبهارا بهذه القوة الذاتية التي عند الإسلام، والتي لا يملك الغرب أن يمنحها المسيحية مع كل ما عندهم من أسلحة وتكنولوجيا واقتصاد وهيمنة وتخطيط جهنم. وصنف الكتاب إلى فصول، والكتاب ليس في إنشاء ولا كلام ولا تعليق، فيه النصوص خام موضوعة ومسطرة ومرقمة، وعنده فصل قالوا عن الإسلام ككل، وعنوان الفصل وعنوان الكتاب، وعنده فصل قالوا عن القرآن، وعنده فصل قالوا عن رسول الإسلام. فيا من يريد أن يغضب لرسول الله ويريد أن يحفز الناس إلى المقاطعة الاقتصادية التي هي الوسيلة الوحيدة العاقلة الموجعة لماكرون وأذنابه، القادرة على أن ترد فرنسا عن غيها كما ردت الدنمارك التي تابت عن الرسوم ولم تعد تذكرها، اقرأ كتاب قالوا عن الإسلام لعماد الدين خليل. وإذا كنت كسولا لا تقرأ ومدعيا لحب رسول الله، اذهب مباشرة إلى فصل قالوا عن نبي الإسلام وقرأ مئات الشهادات، كل شهادة تذكر رسول الله من زاوية جديدة لا تخطر لنا على بال نحن المسلمين. لماذا؟ لأن طريقتنا في التعامل مع قضايا الإسلام طريقة خاصة بنا، طريقة تقليدية، طريقة موروثة، هم ينظرون من ثقافتهم ومن زاوية نظر جديدة. مايكل هارت في كتابه الأوائل المئة، وهو المسيحي الذي مات مسيحيا ومحبا للمسيح، عندما رتب الأوائل المئة الذين صنعوا التاريخ وغيروا التاريخ وجعل أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجيب سبحان الله الرتبة 50 سيدنا عمر، كأن 50 الأولين أولهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، و50 الثانيين أولهم سيدنا عمر، علما بأنه لا يعرف العربية واطلاعه محدود ومعرفته محدودة، ومع ذلك ما وصل إليه من معلومات محدودة أعطته في ذهن هذا الترتيب، رسول الله أولا ثم سيدنا عمر في الرتبة 50، وثانيا جاء إسحاق نيوتن، نجاش المسيح، وثالثا عجل المسيح. عندما شرح في المقدمة لماذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، قال لأنه النبي الوحيد الذي نجح في الدنيا والآخرة، المسيح نجح فقط في الآخرة لم يقم في الدنيا شيئا، وأنه كان في الفترة الدعوية المكية وفي الفترة الحكمية المدنية بنفس الشخصية، لم يتغير عندما جاءته القوة والنفوذ وتحول من داعية مستضعف إلى حاكم متمكن. لكن هذا نعرفه، لكن الذي لا نعرفه عندما يقول حكم دولة المدينة المنورة 11 سنة، دخل إلى الحكم فقيرا وخرج منه فقيرا، لم يتغير في 11 عاما شيء من عاداته في اللباس أو الطعام أو الاستهلاك أو الأتات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى الحب الحقيقي لرسول الله، وأن لا نسقط في الفخاخ التي حاضرت بها طويلا في بلاد الغرب، الفخاخ الإعلامية، وأن لا نسقط في العنف الذي خطط له مسبقا. ساركوزي كان عنده وهو وزير داخلي قبل أن يصبح رئيس فرنسا كان عنده خطة سرية لإغلاق جميع المساجد في أوروبا في فرنسا وترك مسجد في كل مدينة والباقي يغلق. هذا إصلاحات، هذا وقع فيه مضاربة، هذا طاحت فيه روح، هذا كيمولوا الإرهاب، هذا لقينا عندهم سلاح، هذا دازت فيه الطريق، هذا دازت فيه شانطي، هذا دازت فيه حديقة. المهم وضع خط لم يستطع أن ينفذ منها شيئا، لأنه عنده في باريس 300 مسجد
وعنده في مارسي 120 مسجد. وكتب عنه بيير تيفانيو وهو شاب يساري بوهيمي أستاذ فلسفة، كتب عنه كتاب ضخم سميته لو مينيستير دو لا بير، وزارة الخوف، وصرح فيه كيف أن ساركوزي وهو وزير داخلي كان يصنع الخوف ليحارب الإسلام، وكتب كتاب فضح فيه الخلفيات ديال منع الحجاب سماه لو فولار ميدياتيك، وعمل بعقلية فيلسوف تحليل الطريقة التي وضعت بها الاستمارة للإيقاع بالفرنسيين عندما يجيبون هل أنت ضد الحجاب أو لست أو لست ضده، حتى يقعوا في الفخ ويكتبوا أنهم ضده. سولا يلهمنا أن نعرف كيف نقاوم بذكاء دون أن نسقط فيما خططوا له سلفا، ما حصل في باريس وما حصل في نيس والذي كان يريده ماكرون، وقام بعض الناس إما جهال إما متسوسين إما مستخدمين دون أن يشعروا أو وهم يشعرون من المخابرات وأوصلنا إلى هذه الحال. لكن الخطة هي أن نرفع الضغط عن إخواننا في أوروبا وفرنسا ولا نتركهم لوحدهم، يتحرك العالم الإسلامي كله في خطة هادئة رصينة، تعريفا برسول الله، صلاة عليه، تقوية لمحبته، اتباعا لسنته، اقتداء بمنهجه في الإعراض عن الكافرين والعفو إذا بفانتم الطلقاء، ومقاطعة مستمرة منهجية ليست عاطفية سبعد يومين للمنتوج الفرنسي إلى أن يتوجع ماكرون. ولقد كانت بداية المقاطعة ملزمة له أن يذهب إلى الجزيرة ويستعطف ويناور ثعلبيا، ولكن هو لم يعتد الاعتذار كلي. اليوم إذا استمرت هذه المقاطعة سنة مع كورونا ومع الجيليجون تكون إن شاء الله كما يقول مثل العربي ثالثة الأتافي، ثالثة الأتافي لهذا المريض عقليا كما قال الرئيس التركي. الأولى هي الجيليجون، والثانية كوفيد 19، والثالثة إن شاء الله المقاطعة الاقتصادية، لأنه اقرأوا الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية، وهو مجلد ضخم ذكر فيه ابن تيمية، وأختم أن المسلمين كانوا إذا حاصروا مدينة في الجهاد والفتح فطلع على الأسوار أهلها يسبون الرسول، تباشر المسلمون بهذا السب وعرفوا أنها النهاية، وأيقنوا أن ذلك الحصن أو تلك المدينة مفتوحة في قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.